مساء الخيرات أمير، أشكرك وتحياتي ليك. سعيد جدا الحقيقة بهذا النشاط لشاشة قناة النادي الأهلي وأبنائها وشبابها المبشر، وأنت إعلامي واعد، بتمنى لك كل توفيق وبشكرك وبرحب بمشاهدينا الكرام في هذا اللقاء. الحقيقة اللي زي ما أمير قال هيكون مع قامة كبيرة من القامات الأهلاوية اللي بنحمل لها كل تقدير واحترام، هو واحد من رموز الجمعية العمومية للنادي، لا يبخل أبدا على تقديم كل دعم لناديه الذي يعشقه منذ نعومة الأظفار. يساعد كعضو مجلس أمناء قناة النادي الأهلي مع الكابتن محمود الخطيب ونخبة من أبناء النادي. مؤخرا كان حريص على المشاركة وإدارة ورشة العمل التي انعقدت في معقل النادي الأهلي بالجزيرة لمناقشة لائحة النظام الأساسي للنادي، له رؤية مختلفة وأيضا محمل بكثير من الأحلام والطموحات لنادينا العريق. الدكتور محمد العدل المنتج الكبير وعضو النادي الأهلي، مرحب بيه وسعداء جدا جدا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي العظيم. أنا اللي سعيد بيكو وسعيد بالقناة وسعيد بكل الأهلاوية اللي بتفرجوا علينا، وسعيد يعني ان اكون متواجد في قناه النادي الاهلي ده شيء رائع وعظيم جدا. لكن انا ما عنديش رؤيه مختلفه، انا عندي رؤيه متفقه مع كل اعضاء النادي الاهلي وكل الجماعه العموميه وكل الجماهير اللي بره، لان في الاخر انا بعتقد ان احنا بنؤدي دور واجب علينا للنادي واعضائه ولاولادنا ولاحفادنا بعد كده اللي هيبقوا اعضاء الجمعيه العموميه بعد كده. صحيح. بس محمد يا ابو دكتور محمد، لما حضرتك لاول مره حصلت او وصلك الكتيب اللي كان بيحتوي المسوده او مشروع لائحه النظام الاساسي اللي اتغيرت بشكل كبير جدا نزولا على رغبه الاعضاء، كان ايه شعور حضرتك وتصفحتها ازاي وايه اول حاجه خطرت في ذهنك؟ اقول لك ان جت لحق قبل ما اتصفحها، انا فكره المناقشة حوالين اللائحة دي هي اللي كانت عاملة لي نوع من أنواع الانبهار. ليه؟ لأن عادة ما جرى مثلا في طبعا مجلس إدارة السابق أغلبهم أصدقاء وأعرفهم كويس قوي، ولما حصل أن في لائحة اتحطت كان رأيي أن يبقى فيها حاجة زي المناقشة المجتمعية اللي بتحصل، لكن هي حصل فيها ثلاث اجتماعات عامة الناس تناقش فيها، وأنا بعتقد إن دي ما كانتش تدي اللي المفروض يحصل. وبالتالي وإن جيت الحق هي كمان كانت في الصيف، وفي فترات الصيف دي الأعضاء أغلبهم اللي زي حالتي كده خميس وجمعة يعني. خميس وجمعة وسبت بنسافر ونرجع نشتغل حد واثنين وثلاثة واربعة، وبالتالي هي اتعملت ثلاث ايام خميس وجمعة وسبت، فانا ما حضرتهاش. انا بشوف اللي بهرني في ده ان انت بتعمل لائحة لها فلسفة انها تحمي عضو الجمعية العمومية ولا تحمي مجلس ادارة، بالاساس فيها انها تحمي الجمعية العمومية، ولذلك على الجمعية العمومية انها تحطها. هم حطوا او اللجنه الموقره اللي وضعت التصور الاولاني ده حطوا حاجه زي الايه الجهاز العظمي كده. أيوة. وانت ملا لحم بقى يعني الجهاز قدامك عشان ما نبقاش بعيد، لكن عارف انا ما اعرفش ايه النقط المفروض تتحط، فانت حطيت لي النقط، هم قالوا النقطه دي كويسه والنقطه دي وحشه، النقطه دي كويسه قوي والنقطه دي لو زودنا عليها، ف حصل نوع من انواع التفاعل انا كنت متخيله برضو في الاول. يعني اصدقك القول اما اتقال هيبقى في حوار اعتبرت ان الحوار ده هيبقى مجرد ندوتين كده ولا حاجه، لكن يعني لقيت ان مثلا كابتن محمود الخطيب وهو قيمه وقامه، ويعني الواحد بيفخر انه بيقعد معاه ويتكلم معاه. لقيته بيقول لي لا ان كل شريحه من الشرائح الموجودين في المجتمع النادي المفروض يقعدوا يناقشوا ده على بعضهم لان دماغهم هتبقى قريبه من بعض فيقدروا يناقشوا. فكان الفنانين والمثقفين ليهم، واكتشفت ان الرياضيين ليهم، كل الناس بقى ليها، الاعلاميين، كل مجموعه هتقعد تتناقش.
وجينا جيت لحق يعني أشرف أن أكون وسط كوكبة من الفنانين والمثقفين على رأسهم الأستاذ نبيل الحلفاوي، فاروق الفيشاوي، كان في أحمد عيد، صبري فواز، جمال بخيت، جمال بخيت، كريم فهمي، وإذا نسيت حد ما يزعلوش مني، هم كلهم أصدقاء. وحيد مخيمر مخرج وفنان تشكيلي طبعا. فالمجموعة دي كلها لما جت انا متخيل برضو ان احنا هنيجي نقول اه والله كويس، يعني انا حاطط نقطتين بس لقيت في خناقة حصلت. يعني في بنود حصل عليها خلاف حد، وكل واحد بيطرح وجهة نظره بشكل يعني كل واحد اولا وجهة نظره عنده حيثيات طبعا، لا حيثياتها ولا وجهة ولا واجهتها، ومحدش فيهم بيقول هو عايز ايه، النادي عايز ايه، الكيان ده عايز ايه، الكيان ده يكمل ازاي بمبادئه اللي نعرفها، بتركيبته اللي نعرفها. ولذلك مثلا كان في خلاف على موضوع بند الثمان سنوات بين الاثنين، ومجموعه بتقول هنا ومجموعه بتقول، ودي لها وجهه نظر تحترم، ودي لها وجهه نظر تحترم، وطرحنا وجهه نظرنا وحطنا. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش التوصيات اللي قلناها تمشي ولا ما تمشيش، لكن انت حضرتك كنت من انهي مجموعه؟ طيب وانا اقول لحضرتك لا انا جيت لحق، انا مع التغيير، يعني انا الثمان سنوات انا عارف انها اتلغت. هو كان محمود خطيب كان مصر عليها، هو كان مصر عليها، وانا بشوف ان في يعني في وجهه نظر بتقول ان الجمعيه العموميه صاحبه الحق انها تقول تنتخب او لا تنتخب أو لا. سواء انت تقدمت لفترتين او ثلاثه مثلا، وفي مجموعه بتقول لك لا ادي فرصه للاخرين يطرحوا نفسهم لانك واخد شعبيه اوريدي، فلما تطلع بره بتدي فرصه للاخرين انهم يطلعوا. والنادي الاهلي زي مصر كده ولاده، صحيح واخد بالك، وبالتالي هيطلع قيادات وهيطلع، وهي كانت واقفه على فكره يعني وصلنا في الاخر لكومبرومايز، طب خلوها للرئيس بس والباقي يعني المناصب الاخرى ممكن تتغير. لكن انا زي ما انا ما يفرقش بقى هي طلعت ايه، هي يفرق ان انت الحوار عملت هذا الحوار ووصلت لانك طرحت توصيه. صحيح لك عندي مثلا توصيه اخرى ما اعرفش تاخد بيها ولا لا، وجايز ما جبتوش سريتها، لكن مجلس الاداره السابق جيت للحق اصدر قرارا بانه ياخد على الاشتراك تبرع ل 57 357، خلاص. وانا مش ضد التبرع بس ما يوجهش، لا اولا ضد كلمه انك تاخد مني اجباري، ضد كلمه تبرع. التبرع بمزاجي وبرغبتي مش غصب عني، ده واحد. اتنين، اذا قررت انك هتعمل تبرع تعمل تبرع، حط لي 5 6 7 جهات اختار منهم، انا اختار. صحيح، واخد بالك. صحيح. فده قلناه يعني ده من... يعني مش عارف ده ممكن يكون مكانه اللائحه ولا قرار مجلس اداره يلغيه، لان لا هو اللائحه يعني هو نوع غير دستوري. هو اللائحه جت الحق المفروض انها تقول ليس من حق مجلس اداره فرض تبرعات دون الرجوع للجمعيه العموميه. صحيح. اذا كنت يعني عايز، انا عايز اقول لحضرتك انه ما فهمته بالامس بعد ان تسلم الكابتن محمود الخطيب البروفا او النسخه في شكلها الاخير قبل ترحال الساده الاعضاء من المستشار محمود فهمي، انه معظم ما انتهت اليه الجمعيه العموميه وورش العمل والندوات وكل المقترحات تم تضمينه، بحيث انه تم زي ما حضرتك تفضلت دكتور محمد تعظيم دور الجمعيه العموميه تماما، بل وتقليص دور مجلس الاداره في امور كثيره. هو بص، انا لو الجمعيه العموميه قالت ان مجلس اداره هو صاحب الراي الاول والاخير، قرار الجمعيه العموميه، فده قرار الجمعيه العموميه. صح. فهي في الاخر انت اديتني فرصه اقول ده لا، حتى لو ما خدتش يعني اديني فرصه. صح. اقول لا او اه واعترض، وعملت حاله حراك داخل النادي وخارج النادي. يعني في ناس، انا بقول للكابتن محمود الخطيب ان في ناس جايه مش اعضاء في الجمعيه العموميه، قال لي ما دام اهلاويه وما دام حابين النادي حتى لو الجمهور شارك في مقترحات يا دكتور. احد اللي ما جوش للاسف انه ما جاش لانه ما كانش موجود في مصر، كان الدكتور مدحت العدلي وهو زملكاوي. يا سلام، واخد بالك. لكن مدحت عضو جمعيه عموميه، ومدحت الدكتور مدحت ان جت الحق من الناس اللي بيشوفوا الكيان ده
احسن له ايه يتعمل فبيعمله. يعني في انتخابات يعني ما اعتقدش ما عندوش هوى في النهايه. لا 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 هو ميول رياضيه لكن ده لا يمنعه من الحفاظ على الكيان. يحمي النادي طبعًا على بعضه وتركيبته، لان في انا من مصلحتي ان يكون الاهلي قويا والزمالك قويا وسموحه قوي، الانديه كلها قويه اداريا بره الكوره، ماليش دعوه بالكوره، اداريا لان هذه كيانات. المنظومات الكيانات صغيره اداريا لو كويسه خلاص هنجمع في المجمل العام اداريا على مستوى الدوله بشكل صحيح كويس. صحيح. ما هي دي زي ما بنقول قاطره، يعني دي مؤسسات بتقود شباب وبتقود نخبه عظيمه جدا. طب على ذكر الدكتور مدحت، هو في ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه في آل العدل يا فندم؟ انتوا مين كده ومين كده يعني؟ لا احنا ديمقراطيه. بص اولا احنا عائله تعشق كره القدم من نعومه اظافرها. صحيح. فينا اهلاوي وزملكاوي، واحنا تقريبا نستطيع ان نقول ان احنا نص ونص. انا معايا يعني مش انا طبعا، الاستاذ رمزي العدلي ده كبيرنا، الاخ الاكبر. ده الاكبر. ثم انا، ثم السيده منال العدلي دي اختنا الصغيره، ربنا يبارك فيها. فدول اهلاويه بالجنريشن بكل بالاجيال الجديده، بالاجيال الجديده كلها. يعني ده كانوا بيحضروا مقصوره يا فندم؟ لا كلنا مشجعين. يعني دي ما فوتناش، يعني لا انا ولا عيلتي ولا اختي ولا كل ده كنا بنروح نتفرج. وبتمنى ان جيت الحق ان احنا نرجع تاني نتفرج في استاد القاهره ونروح قريبا باذن الله. يعني عندنا فرصه عظيمه في ماتش حوريه، وجمهور الاهلي ان شاء الله يكون على العهد وتبقى بدايه طيبه فعلا في عوده الجماهير. اتمنى ان احنا يعني يبقى في استاد القاهره. انا ما اقدرش، انت ما تقدرش تحملني وانا راجل بشتغل ان كل اسبوع اسافر الساحل عشان اروح برج العرب اتفرج او ما شابه. فيعني دي بالمره يعني الحقيقه، لكن احنا عائله ديمقراطيه جدا، ينتهي علاقتنا الرياضيه بانتهاء المباراه. طيب في حاجه، سؤال خارج السياق يعني. اتفضل. حضرتك قلت ان حضرتك والاستاذ رمزي ومنال هانم اهلاويه والاجيال. طيب رحمه الله عليه اخونا واستاذنا الفاضل الاستاذ سامي كان زملكاوي كبير. زملكاوي كبير والدكتور مدحت والاستاذ جمال. طب ما كانوش حريصين هم يطلعوا الاولاد اهلاويه علشان يسعدوا زي عمامهم وكده؟ لا 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 هم شايفين سعادتهم. لا ما انا هقول لك انت يعني انتوا دايما اكثر سعاده. مش شرط، يعني مش شرط كده خالص. يعني جايز هم بيتبسطوا انه بيلعبوا بشكل كويس وبيخسروا ما بيفرقش معاهم، لكن هم بيسعدوا بالزمالك في كل احواله، يكسب يخسر يتعادل هم بيسعدوا. بس حضرتك ما تقدرش تستميل اي جيل جديد من هناك ناحيتنا يعني. والله صعب، يعني صعب. اكيد بيحب ابوه اكتر مني يعني. لا انا ما حدش يقدر يستميل ولادي ناحيتهم. يعني انا لغايه حفيدتي دلوقتي يعني النادي، تعرف نادي صيد والنادي الاهلي، لا انا بوديها النادي الاهلي على طول. فاحنا صغيرين كان بابا بياخدهم هم ونادي الزمالك، فهم تربيه النادي. طيب الحراك المجتمعي والمشاركه العظيمه دي من كل رموز المجتمع الاهلاوي زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور. طبعا الاستاذ رمزي العدل باعتباره هو جيولوجي لكنه ممثل. صحيح. فحضر معانا كمان في ال كان موجود. انا كان موجود طبعا رمزي. وهي عائله دكتور محمد، انا كنت بدردش معاه قبل الهوا شويه. انا عندي مشكله ان انا متعصب شويه لابناء الدقهليه، يعني المنصوره ولاده زي ما دكتور محمد قال. فقال العدل الحقيقه من اكبر عائلات المنصوره، هذه المدينه الرائعه اللي كان بيصفها ابراهيم ناجي انها النائمه على ذراع النيل. يعني وهي بلد شيء غريب جدا، بلد كل المبدعين، يعني كل الرواد في كل المجالات، بدءا من ام كلثوم وهدى شعراوي وعلي مبارك ومحمد التابعي واحمد يعني حسن الزيات يعني وفاتن حمامه وكمال الشناوي. انا بقول لك الاطلال قصيده مغناه منصوريه كامله. صحيح. يعني ابراهيم ناجي، رياض السنباطي، رياض السنباطي، ام كلثوم. واحنا مشاهدين. فبرضه احنا جزء في الحكايه. لا واحنا عندنا كابتن محمود خطيب كمان من المنصوره. طيب بتراهن على الاعضاء الجمعيه العموميه الان للحفاظ على هذه المكتسبات اللي تحققت في ظل ان اللائحه الاسترشاديه ما بتعطيناش كاعضاء جمعيه عموميه كثير من حقوقها دكتور محمد؟ انا بعتقد ان الجمعيه العموميه انت المره دي ما، ومش عايز ابقى بقول كلام الناس تفهمه غلط، انت مش سيئه. الجمعيه العموميه هي اللي سيئتك. يا سلام. ايوه واخد بالك، هي اللي سيئتك وهي اللي تعبير حلو قوي يا دكتور محمد.
اشكرك اذا كان التعبير كويس. لكن لا ده فعلا معنى او معنى انا ما وصلتلوش قبل كده. أشكرك. ان الجمعيه فعلا هي المره دي هي اللي سايقه الحكايه. فاذا ما كانتش هي لما تسوق تثبت ان رايها هو الصح يبقى ما فيش منطق للحكايه. انا اعتقد ان احنا يعني هذه المره هنعمل جمعيه عموميه غير مسبوقه في العدد وفي الوقت. احنا عملنا جمعيه عموميه في انتخابات النادي الاهلي في 10 ساعات غير مسبوقه. 40,000 في 10 ساعات او 37,000 طبعا. واخد بالك؟ طبعا. واعتقد ان هذا العدد لن يقل وقد يزيد. وانا سامع كمان ان من سيد العميد محمد مرجان ان يعني هيبقى في تسهيلات جداً. يعني بالصعوبه اللي كانت موجوده في الانتخابات جاء 37,000. فما بالك لو الدنيا اكثر راحه واكثر اعتقد انها هتبقى جيده. انا اؤكد لحضرتك انه ده شغل الشاغل الاداره التنفيذيه والكابتن محمود خطيب بيتابع كل يوم مع العميد محمد مرجان ايه التسهيلات والاجراءات والجراشات ونقل الناس وازاي ندخل ونعمل بروفات. وان شاء الله هنعيش الناس الاسبوع القادم على شاشه قناه الاهلي شكل السرادق الخاص بالانتخابات والدخول والخروج عشان الناس تيجي تقضي يوم عظيم في مقر يعني النادي. ان ينفع إن او يعني اقترح ان يكون كبار السن لهم باب. يعني انا هيحصل فعلا لان يعني كبار السن ده ما ينفعش يدخل ويتزق من شاب صغير لانه هيحصل. في الاخر الراجل جاي عشان يقول وجهه نظره. وانا مثلا انا رايح اقول جمعيه عموميه عشان ايه؟ سنتين ثلاثه اربعه 10 هقعدهم في النادي انا عشان ولادي. واخد بالك؟ واولادي جايين عشان ولادهم. صحيح. وبالتالي انا بعتقد ان هنعمل جمعيه عموميه نفخر بيها ويتشاور عليها لان الاهلي دايما بيعمل الصح الاول والناس تقلد. صحيح. انا بس عشان حضرتك طبعا مطلع لكن نذكر الساده المشاهدين واعضاء الجمعيه العموميه مره اخرى انه اكثر من 3500 مقترح وصلوا من الاعضاء. ناهي حضرتك عن حجم ما خرج من ورش العمل ومن اللقاءات ومن الندوات. بالاضافه لكده تم تعديل يعني 129 ماده تم تعديل وحذف واضافه بنود ما يقرب او ما يزيد عن 51 ماده. مع ان الخلاف كان في الاول على 10-12 ماده. بالظبط. لكن لا ما هو ده بقى العصف الذهني. العصف الذهني اللي قعدت الناس تقوله. فتلاقيه انت بتقول حاجه فانا اخد منها حته ازود بيها. وما دام الزياده في صالح الجمعيه العموميه تتعمل. امبارح بعد تكريم رموز لجنه الصياغه ولجنه الاعداد يعني عايز احيي الاداره تحيه يعني لو الصور معانا نقدر فوق فوق الوصف على هذا الموقف. يعني شيء مبهر ومحترم ويدعو للفخر في هذا التكريم وهذا الاحترام وهذا انك تقول للناس متشكر. هو ده النادي الاهلي يا دكتور. يعني انا يعني كل اللي انت تقوله ده اقوله زي بس انا بقول لك اللقطه على بعضها تكفيني انك بتقول للناس متشكر. انا بيهمني جدا ان احنا نقول للناس انتوا تعبتوا معانا بس. والناس مش عايزه منك اكتر من كده الحقيقه. لا ده كلهم رموز اهلاويه عظيمه. وكان حريص الحقيقه الكابتن محمود الخطيب وكل مجلس اداره على تكريمهم وتقديم درع النادي ليهم. وكان ممتن جدا وقال كلمه مؤثره للغايه واتكلم يعني هو مندهش وبيتساءل ما هذا الحب الذي يدفع هذه القامات ان تجلس بالعشرين ساعه في النادي لا تغادر من اجل الانتهاء من اللائحه ومن الصياغه. بالظبط. لا 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 حب مش منطقي والله. صحيح. بجد صحيح. يعني امبارح بسال بعض الساده الافاضل اساطين القانون مستشاري في اللجنه منهم المستشار علاء قنديل بقول له انت راضي عن يعني الشكل النهائي وما الى ذلك؟ قال لي كل الرضا. وهذه يعني ما بنحبش نستخدم افعال تفضيل لكنها اعظم لائحه انا شاركت فيها لاني شاركت في اعداد لوائح كتير جدا لاتحادات وانديه. واستطيع ان اقول لك ببساطه شديده ان هذه هي اللائحه الوحيده المنزهه عن الهوى. يعني مفيش حد ليه مصلحه في بند او يعني اكثر. انا ما قلتش التعبير ده بس قلته في الاول. قلت لك ان هذه لائحه تحمي الجمعيه العموميه وعضو الجمعيه العموميه اكثر ما تحمي مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره. وبالتالي هي منزعه عن الهوى لان اللي طارحها في الاساس مجلس اداره. صحيح. بس صحيح. يعني انا بشوف ان ده هو اصاب كبد الحقيقه كما يقولون. يعني عندنا مشكله ان حضرتك مسافر مهرجان الجونه وخايفين حضرتك ما تكونش حاضر. لا انا انا مسافر مهرجان الجونه الخميس والمفروض ارجع الجمعه
لكن مش طلبت الختام. لا لا ما الختام يوم الجمعة فطلبت ان انا اعتذر عن الختام ويحجزوا لي ارجع الخميس لان لازم احضر الجمعة العمومية. يا سلام جت لها. لا لا ده شيء شيء مهم. اصل انت في الاخر هرجع واقول انت بتعمل حاجتين، واحد اولا بتزود واحد في الجمعية العمومية، وانا شايف ان الواحد ده شيء مهم. خلاص فانا هزود واحد وازود يعني هزود عيلتي لان انا عندي شويه ما شاء الله اعضاء في الجمعية العمومية. ده واحد. اتنين ان في يوم من الايام انا هقول او ولادي هيقولوا او احفادي هيقولوا ان احنا ساهمنا في اللائحه اللي محركه النادي الاهلي، اللي قد يتغير فيها اشياء بحكم الزمن بعد كده، لكن اعتقد ان احنا واصلين للشكل الامثل. يعني احنا شهود على تاريخ يصنع او انطلاقه جديده للنادي الاهلي دكتور محمد. ده اكيد ده اكيد. احنا طبعا شهود من زمان يعني شهود المرحله دي، لان المرحله دي احنا شهود الحقيقه بدون تفاصيل فيها كثير من التحديات. يعني مصر بشكل عام واجهت تحديات كثيره بالزبط. والنادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه في مصر والشرق ايضا واجه كثير من التحديات. لسه حضرتك بتقول لي حاجه مهمة قبل الهواء، انك يعني كنت حريص جدا ما بتفوتش ولا ماتش في الاستاد. لا من وقت ما منع الجمهور وبعض الاحداث اللي حصلت يعني ما بتروحش الاستاد حضرتك والاسره. لكن ما بتفوتش ولا ماتش في التلفزيون. طبعا يعني ده طبيعي. لا ده يعني انا عايز اقول لك ان انا في بعض الاحيان بيبقى عندي تصوير حاجه من الاثنين، يا يحددوا التصوير قبل وبعد الماتش يا يعني يشوفوا لهم يوم ثاني غير يوم الماتش. بس ده كده الكاست يبقى مبسوط قوي انه في منتج يعني مريحهم كده. ما هم يعني بحكم النسبه والتناسب بحكم النسبه هيبقى في 80% من الكاست اهلاوي، فهنضطر ان يبقوا دماغهم مشغوله هم اشتغلوا يعني. لا طبعا اعتقد ان احنا شهود باعتبار ان الرياضه بقت استثمار شهود. الدنيا بتتغير، تحديات كثيره، فطبيعي جدا ان لكل زمان دوله ورجال، في كل مرحله تاريخيه لها معطياتها زي ما بنقول. فهل نحن امام انطلاقه إحنا ومرحله جديده؟ احنا امام، انا بعتقد ان الاهلي بيمر باهم سنه، يعني اهم مرحله واهم سنه في تاريخه السنه دي. وعايز اقول لجمهور الاهلي احنا مش فارق معانا ناخد دوري ولا ناخد كاس ولا ناخد بطوله افريقيا ولا ناخد، احنا عندنا بطولات كتيره قوي 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 تخلينا قاعدين في بيتنا 10 سنين وما يفرقش معانا. صحيح هناخد باذن الله الدوري وهناخد افريقيا وهنكمل زي ما احنا عايزين باذن الله ان شاء الله، لكن اقصد ده ما يقلقناش. انا يقلقني كيان الكيان وافكار الكيان وبيمشوا ازاي. يعني انا ما يهمني قوي ان ما اكسبش ماتش واقدم تنازل، انا اخسر ماتش وما اقدمش تنازل. ولا انا في ذلك صالح سليم الله يرحمه القياده العظيمه لما خد قرار بان الناشئين يلعبوا الماتش 85 واحنا داخلين الماتش وعارفين ان احنا خسرانين، ومش خسرانين بواحد ولا اثنين، احنا خسرانين بعدد وافر من الاهداف هتتسجل في التاريخ. لكن كان يهمنا ان المبدا هو الاساس، ورغم هذا الا حين انتصر المبدا انتصر اللعيبه في الملعب، وهو ده المفروض. طيب عشان ما اطولش على حضرتك عندي سؤالين اجمالا عن اللائحه بقى وفلسفتها في شكلها النهائي. رؤية حضرتك ايه مش لما تم، للخطوات المقبلة، ثم ما الذي توجهه الى السادة اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي من رسائل؟ يعني طبعا يعني انا فلسفتي انا وجهة نظري قلت انها لائحة تحمل اعضاء الجمعية العمومية والجمعية العمومية اكتر مما تعطي لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. لكن أعضاء الجمعية العمومية أنا بتوجه لهم وبقول لهم إن إحنا بنتباهى ونتمنظر على بقية الجمعيات العمومية بإننا أكبر جمعية عمومية خلال 10 ساعات. صحيح. خلاص؟ بنتباهى إن إحنا كلنا حريصين على النادي أكتر من حرصنا على حاجات كتيرة قوي في حياتنا. وبالتالي احنا انا اعتقد ان احنا يعني من مش عايز اقول النادي الوحيد، لكن من النوادي القليله اللي حريصه قوي على فكره ان يظل النادي الاهلي هو النادي الاهلي بفروعه اللي هتبقى موجوده بعد كده، يظل باكاديمياته بكل حاجه. لنا
تركيبه لوحدنا وشكل لوحدنا وبالتالي يعني بناشد الجماعة، مش بناشد، هم يناشدوني يعني. انا بقول ان هم الجمعيه العموميه اكثر وعيا من ان انا اقول لهم تعالوا صحيح ادلوا بصوتكم او قولوا صح وغلط او قولوا او لا، لكن اعلم جيدا ان هنعمل يعني هترفعوا راسنا كلنا ونقف نقول انا فرد من الجمعيه العموميه دي اللي جت بهذا العدد الكبير. صحيح، انا متفق جدا مع حضرتك ان كلنا الحياه بيملأنا العز والفخار ان احنا اعضاء جمعيه عموميه في النادي الاهلي، ودايما بنكون حريصين على مصلحه النادي والكيان. وعندما تكون مصلحه الاهلي يكون جمهور الاهلي ويكون اعضاء الاهلي ويكون كل المنتمين لهذا النادي العظيم. شرفتني، كل سنه حضرتك طيب، تسافر وترجع لنا بالف سلامه يعني، وانا مش عارف اشكر حضرتك ايه. احنا بنتعلم بنتعلم من القامات اللي زي حضرتك، الحب والانتماء للنادي، ان حضرتك مش هتحضر ختام المهرجان وهتقدم تذكرتك عشان تكون اول المصوتين على اللائحه يوم 28/6. واشكر كابتن خطيب واعضاء الجمعيه العموميه كلهم فردا فردا، مش هقول اسماء عشان انا ذاكرتي مش قويه، لكن كلهم اصدقاء، ولذلك انا بشكرهم جدا. انتوا رافعين راسنا ومخلينا مرسوبين كده بين الانديه الاخرى. يا رب دايما الاهلي صانع السعاده. شكرا جزيلا وموصول لقامتنا الاهلاويه الكبيره، المنتج الكبير الدكتور محمد العدل، عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، والشكر الجزيل وموصول لحضراتكم. ان شاء الله نلتقيكم في فقرتنا المستمره حتى انتهاء الجمعيه العموميه 28 سبتمبر باذن الله. والان الى فقرات الاهلي الليله، تمنيات لحضراتكم بوقت ممتع ان شاء الله. We'll be right back.